طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم حناخد تكملة على ترانسبوزيشن من تورك لسفير وسلندر، وحنكمل موضوع جديد بخص اللينس ثيكنس والساق وكيف نحسبها، تمام؟ اللي هو عمق التدلي. طيب أخذنا احنا المرة اللي فاتت كيف نعمل ترانسبوزيشن من عدسة سفير وسلندر لتورك بمعلومية حاجه، يا اما السفيركال كير يا البيس كير يا الكروس كير. لانه لو بدي يصير موضوع زي هيك يقول لك هات لي تورك من سفير سلندر، ممكن تجيب عدد لا نهائي من العدسات، كل ما غيرت السفير حيتغير عقبالها البيس كير والكروس كير وبتجيب عدسه جديده وهكذا. بشكل لازم نثبت معامل. اخذنا اخر مره كيف اني اعمل او اجيب تورك من سفير سلندر with specified بيس كير. اشترطنا احنا نكون انه البيس كيرف والكروس كيرف نفس الشيء، لازم يكون على the same surface، على نفس السطح، صح؟ ليش على نفس السطح البيس كيرف والكروس كيرف؟ لانه يكون نفس الاشاره موجود نفس. ليش لازم يكون على نفس السطح؟ لانه هم لازم على نفس السطح فعلا. والكروس كيرف والبيس كيرف هذول الميريديانز تاعت التوريك سيرفيس، يعني يا الاثنين موجب يا الاثنين سالب، البيس كيرف والكروس كيرف، تمام؟ طيب ايش عندي حاجه موجوده في اللينس السفير سلندر بتدلل على الكروس كير؟ السلندريكال باور، اشاره سلندر باور، والاكسس تبعه هم هذول تاعون نفس الكروس كير، الاثنين نفس الحاجه بالضبط. ايش بختلف؟ فقط القيمه، فقط القيمه بتختلف. يعني لو في عندي عدسه السلندر فيها ماينس 2 عكس 90، الماينس حتكون اشاره الكروس كير والاكسس 90 برضه الاكسس تبع الكروس كير، بس مش حتكون 2 قيمتها، حتكون قيمة ثانية حسب ما بنحسبها احنا، تمام؟ طيب السفيريكال باور ايش بتساوي؟ سفيريكال كير زائد بيز كير. السلندريكال باور بتساوي كروس كير ناقص بيز كير. انا حاولت اجيب من العدسة هذه اللي معي ونفهم كيف السلندريكال باور يساوي الكروس كير ناقص البيس كير. احنا فهمنا، شايف المحور اللي هو السطح الخلفي، هذا الكروس كير وهذا البيس كير، تمام؟ دول الاثنين زي عمليات على بعض. السلندر بكل بساطة هو الجزء الزيادة هذا اللي طالع، شايفينه؟ هيك عمليا يعني هو. كيف بدي اجيبه هذا؟ باخذ المحور اللي ورا بقصه لحال، يعني السفير ماليش علاقة فيه، وبطرح منه البيس كيرف، فبتم عندي الجزء هذا اللي تم، فاهمين كيف؟ هذا بكون عباره عن سلندر. بدي شوية تخيل، هي حتكون كثير واضحه. يعني لو شلت انت البيس كيرف هذا لغيته، حيكون في عندي محور بلين اللي هو الاكسس وعندي السلندر فقط، واضحه؟ واضحه. هيك حيكون لو تتخيلوها هيك اصلا بتكون. شيك السلندر باور بيساوي كروس كيرف ناقص البيس كيرف، يعني لو لاحظت السفير ما لهش علاقه في الموضوع، تمام؟ السفيركال باور يساوي السفيركال كيرف زائد البيس كيرف. ما دام انا فصلت السلندر اللي هو جزء من الكروس كيرف، يبقى بتم عندي البيس كيرف والسفيركال كيرف، الاثنين هذول بيشتركوا كسطحين للعدسه السفير السفيركال باور. يبقى السفيركال باور يساوي السفيركال كيرف هذا واقل تحدب من اللي ورا، لانه اكثر تحدب بيحتوي برضه السلندر، ماليش علاقه فيها، بس هي معشقه، فهمتوا كيف؟ ورا قليل. يعني هاي بس عشان تفهم فلسفه المعادلات هذه. يعني سفيركال باور يساوي سفيركال كيرف زائد البيس كيرف، والسلندريكال باور يساوي كروس كيرف ناقص البيس كيرف. هاي مثال، عندي بلس 8 على ماينس 3 اكس 180، البيس كيرف يساوي بلس 9، شفنا كيف بنحله. قبل الحل طبعا لازم نتاكد انه البيس كيرف والسلندر نفس الاشاره، نفس الاشاره، مش نفس الاشاره بالضبط. هذا ايش رايكم فيها؟ مش نفس الاشاره، بالتالي بنلزمها ترانسبوزيشن. هاي نعمل ترانسبوزيشن، هاي بصير بلس 5 على بلس 3 اكس 90. ترانسبوزيشن حاجة بسيطة جدا مش صعبة. مجموع السفير زائد السلندر مجموع جبري، بتغير الإشارة، بغير الإشارة تاعت السلندر والأكسس. إذا كان أكثر من 90 بطرح 90، إذا كان أقل من 90 بجمع 90. في النهاية لازم تجيب العمودي عليه، تمام؟ طبعا هي معطيات كثير موجودة عندي سهلة، سلندريكال باور موجود، السفيريكال باور موجود، والبيس كير موجود. بتطلع ممكن اللي هو سفيريكال كيرف، هاي طلع ماينس 4، الكروس كيرف طلع بلس 12 اكس 90.
زي ما تشايفين هذا نفس الحاجة بأكد عليها نفس عندي الإشارة. سلندر والكروس كير بيشتركوا في إيش؟ في الإشارة وفي الأكسس بس اختلف التقييم هنا بلس 3 هنا بلس 12 تمام؟ لأنه على نفس المحور هاي الكروس كير هو هذا نفسه عليه السلندر يعني في كل حاجة حيشترك في السطح وفي الأكسس واضحة بضل أرتبهم القيم الموجبة تكون في الفرونت سيرفيس والقيم السالبة في الباك سيرفيس يعني هذا البيس كير بلس 980 بلس 12 على 90 هذا الكروس كير على ماينس 4 اللي هو السفيريكال كير وهي عدسة توريك توريك بس الشرط فيها انه يكون البيس كير قديش بلس 9 مش هذا الوجه الوحيد للتوريك في هذه العدسة لا في عدد كبير احسب زي ما بدك بس هذا تحديدا بلس 9 لازم يكون بيس كير طيب ناخذ مثال الثاني سفيرو سلندر احولها لتوريك بس هذه المرة عندي سبيسيفايد سفيريكال كير سفيريكال كير هيو هذا حددته انا تمام في شرط عندي السفيريكال كير اند كروس كير at different surfaces كيف اتاكد انه السفيريكال كير السفيريكال كير بالضبط حسب الاشاره عشان اتاكد انه مع سطحين مختلفين لازم يكون لهم اشارتين مختلفتين اذا الاشارتين نفس الاشاره يبقى نفس السطح هم لازم احول فعلا نفس القوانين الباقيه نفس الحاجه فيش اي اختلاف هاي الفكره الوحيده يعني هاي مثال عندي ماينس 1 ديوبتر سفير على بلس 2 ديوبتر سلندر اكسس 165 سفيريكال كيرف يساوي بلس 4 اعطيني صيغة توريك بحيث انه السفيريكال كيرف تساوي بلس 4 طبعا شو رايكم هنا على نفس السطح جاي السلندر يعني بمعنى اخر الكروس كيرف والسفيريكال كيرف على نفس السطح وهذا مش منطقي ما ينفعش يكون السطح الامامي والسطح الخلفي على نفس السطح مش منطقي هذا لازم اختلف اشارات عمل اختلف ايش عمل؟ ترانسبوزيشن ترانسبوزيشن بسيط طلع مجموعة بلس 1 على ماينس 2 اكسس 75 صعب هذا؟ مش صعب هيك تأكدت انه السفيريكال كير والكروس كير ات ديفرنت سيرفيسز وبالتالي بحل طبعا حبدا بالسفيريكال باور بجيب منها البيس كير السفيريكال باور قديش؟ بلس 1 صح؟ لا بلس 1 ما دام عملت ترانسبوزيشن بنسى الصيغه الاولانيه نهائي صيغه السؤال اللي اعطيك اياها هذه بنساها لانه عملت ترانسبوزيشن بتعامل مع العدسه اللي صار تحويل هذا سفيريكال باور يساوي بلس 1 البيس كير هي هذه اللي بجيبها سفيريكال كير معروفه اللي هي قديش؟ ماينس بلس 4 عوضت كل شيء تمام طلع عندي البيس كير يساوي ماينس 3 اكسس 165 ليش 165 اكسس؟ لان الكروس كيف حيكون اكسس هو 75 تمام؟ هاي بيس كيرف طلعت يعني عندي سفيريكال كيرف بيس كيرف تم عندي كروس كيرف الكروس كيرف بجيبها من قانون السلندريكال باور السلندريكال باور يساوي كروس كيرف ناقص بيس كيرف طلعت وحسبتها طلع ماينس 5 اكسس 75 خلص ثلاث شغلات المهمين عشان اطلع سيرة التورك موجودين ضايل ارتبهم السطح الامامي حيكون سطح سفير بلس 4 السطح الخلفي سطح توريك في البيس كيرف والكروس كيرف ماينس 3 وماينس 5 زي ما انتم شايفين بس مش صعبة بس الدكتور الزواج بس طيب من اول السؤال على الاخر لا عندي كلمة اكزامبل طيب عندي مثال ماينس 1 على بلس 2 اكسس 165 هذا السؤال عندي السفيريكال كيرف كيرف انا مش باور يعني ايش وين السفيريكال كيرف هنا؟ السطح الامامي طيب ايش السفيريكال باور؟ بعرفش انا بدي اشوف مسطح الخلفي قديش صح؟ بيس كيرف يعني هذا السطح الامامي تحدبه هذا بلس 4 السفيريكال كيرف واضحة؟ في شرط انا قلته لازم السفيريكال كيرف والكروس كيرف لازم يكونوا at different surfaces هذا لازم يكون ما ينفعش السفير سفيريكال كير والكروس كير على نفس السطح يكونوا صح؟ او البيس كير هم نفس الاشاره بس انا في عندي في السؤال دائما حاجه وحيده بتدلل على شغله في التوريك اللي هو ايش؟ الكروس كير ايش الشغله هذه؟ سلندر السلندر هذا لا يدلل الا على الكروس كير عشان هيك انا دائما بتعامل بالسؤال مع الكروس كير
واللي هو منطقيا واحد ممكن يقول لي طب انت يعني قصدك السفيركال كيرف اند ذا توريك سيرفيس كله لازم يكون ديفرنت سيرفيس صح مظبوط كلامك بس انا من التورويدال سيرفيس بقدرش افهم حاجه من السؤال الا الكروس كيرف يعني طلع السؤال هذا مثلا هاي المعطى معطينه هو بلس ماينس 1 على بلس 2 اكسس 165 طيب تقدر تعرف لي انت البيس كيرف على اي سطح موجود ممكن اعرف اذا انا عارف ان البيس كيرف هنا هو مع الكروس كيرف على نفس السطح وبالتالي الكروس كيرف هنا هو الوحيد اللي بقدر اشوفه كروس كيرف مو بقدر اعرفه من السلندر اشارة السلندر بلس اللي هنا موجود السطح الامامي والبيس كيرف بالتالي بتبقى يعني انا في الاخر في الاساس بستدل على وجود الكروس كيرف ومنه بقيس كل شيء تمام دكتور ماينس 1 دي اس هذه قوه ايش تطلع سفيريكال باور اللي هي محصله سفيريكال كيرف مع البيس كيرف يعني لسه يعني هو السفيريكال كيرف معطيني اياها بلس 4 لسه مش 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 يعني مثلا ما يدخل الضوء منها ويطلع مش عاطيني بلس 4 لسه بدي اجمع معه البيس كيرف بس لعند حدود السطح الاول هذا السطح الاول لحاله بيعمل بلس 4 السطح الثاني اللي هو الميريديان بالضبط البيس كيرف لسه مش عارفه لما اعرفه بقدر اعرف السفيريكال باور الكليه بس انا لما اعطيك لي سفيريكال باور قديش؟ ماينس 1 ماينس 1 صح؟ طيب عشان ابدا احل السؤال لازم حقق الشرط اللي هو الديفرنت سيرفيسز على سطحين مختلفين تمام؟ السطح الامامي السفيريكال كيرف بلس 4 فهمناها بدي اخلي انا السطح الخلفي عليه الكروس كيرف بس انا موجود عندي بلس 2 يبقى افهم منه هذا الكلام انه الكروس كيرف برضه موجود على السطح الامامي صح يبقى كيف اخلي على السطح الخلفي كصيغه حاول ترانسبوزيشن مظبوط حقول تجيب ليش عدسه فيها السفير ماينس 1 والسلندر بلس 2 على 165 مش حيزبط معي هذا هات لي عدسه ثانيه تعطي نفس التاثير بس بالترانسبوزيشن بتعطيني بلس 1 على ماينس 2 اكسس 75 هيك بقدر اتعمم على العدسه هاي بتاكد انه الكروس كيرف اللي هو جاي اللي استنتجته من السلندر باور اللي هو ماينس 2 على 75 اللي بيطبع برضه بيس كيرف كله مع سطح الخلفي. بتابع عند السطح الامامي في بلس 4 هيك صح. هيك ببدا احل السؤال تمام؟ واضحه لحتى الان؟ في عندي قانون بقول السفيريكال باور كله يساوي السفيريكال كيرف زائد البيس كيرف. ايش معروف عندي هنا انا؟ السفيريكال باور معروفه. ايش هي السفيريكال باور؟ بلس 1 هذا قوة السفير الكلية تحت العدسة السفير كيف بلس 4 يبقى بتم بس كيف بسهولة طلعت معي ماينس 3 دي سي اكسس 165 عمودي كيف استنتجت 165؟ لأنه عمودي على السلندر اللي هو الاكسس تبع الكروس كيرف واضحة الفكرة هذه؟ تمام بتم عندي أجيب الكروس كيرف كيف أجيبه؟ سلندريكال باور بتساوي الكروس كيرف ناقص البيس كيرف عوضته كل شيء طلع ماينس 5 على اكسس 75 بعوض في الصيغه تاعتها السطح الامامي بيكون بلس 4 السطح الخلفي ماينس 3 على 165 وماينس 5 اكسس 75 ممكن اتاكد اذا الحل صح ولا غلط مش صعب التاكد يعني خلينا نتاكد مثلا لو انا بتاكد من هذا السؤال صح ولا غلط كيف اعمل؟ بجيب هسه نص سلندر الاول صح؟ زاكرين هذه الحركه اللي عملتها المره اللي فاتت؟ صحيح بلس 4 ماينس 3 قديش؟ بلس 1 دي سي اكسس 165 هاي السلندر الاول بعمل صيغه ايش انا؟ كروس سلندر الثانيه قديش؟ بلس 4 ماينس 5 75 كيف اعبر عنها هذه؟ برسم زي هيك هاي تقريبا 75 وهي 165 محاور هذه 75 تمام؟ هذا كله 165 طيب مين الاكسس تبعه على 75؟ ماينس 1 ماينس 1 تكون هنا فاهمين ليش؟ هذا كروس سلندر برسم مباشره على الاوبتيك الكروس مش مشكله ما بجمعش بمحاور فيش جمع لو بدي اجمع الثاني بكون صفر حيجي لهنا يعني فاهمينها كيف؟ مش صعبه بلس 1 على 165 هاي بلس 1 هذه اللينس سواء توريك ولا سفير سلندر ولا كروس سلندر حيطلع في الاخر في ميريديان ماينس 1 ميريديان بلس 1 اعمل بدك اياه خلي السيرفس يلعب فيهم زي ما بدك فاهمين كيف؟ الترك له مليون صيغه صح؟
ايش بتعمل صياغ في الاخر لازم يطلع شكل اللينز زي هيك. هاي المبدا الرئيسي تبع الموضوع. طب هاي مين طلع لي سفير وسلندر منها؟ سفير وسلندر؟ يعني ماينس واحد بلس واحد صح؟ بلس واحد بدك بلس واحد برضه بينفع بتخيلها هذه ماينس واحد بلس واحد ناقص ناقص واحد اللي هو بلس اثنين اكسس قديش؟ اخذنا هذا السلندر 165 صح هيك؟ صح نفس المعطى السؤال ماينس واحد بلس اثنين 165 هيك تاكدت انه جوابي صح نسيت التولك هذا تمام؟ هلا بتحل السؤال في الامتحان بتعرف اذا انت حاله صح ولا غلط بترجع هذه الصيغه بتعمل زي ما عملنا كيف نحول من تورك لسفير وسلندر تمام؟ طيب هذا الكلام المفروض انه مش صعب خلصنا منه سفير وسلندر احولها تورك بمعلوميه الكروس كيرف ايش لازم يكون الشرط؟ بديش اكتبه ايش الشرط لازم يكون؟ الكروس كيرف والسلندر نفس نفس الاشاره صح 100% يعني السلندر اند كروس كيرف ات ذا سيم سيرفيس طب مو لازم لانه اصلا هو السلندر ابن الكروس كيرف يعني لازم يكون نفس الاشاره الاثنين سفيريكال باور سفيريكال كيرف زائد بيس كيرف سلندريكال باور كروس كيرف ناقص البيس كيرف استعمل المعادله الثانيه قبل الاولى 100% تمام هي طلع في المعطى ماينس 1 على بلس 2 اكسس 165 كروس كيرف ماينس 5 ايش رايكم؟ بنفع اطبق؟ مباشرة ما بينفعش نفس الكروس كيرف ماينس والسلندر بلس مش حيزبط لازم اخليهم على نفس السطح هي عملت تراس بوزيشن طلع بلس 1 على ماينس 2 اكسس 75 ايش المعروف عندي هنا؟ السفيريكال باور والسلندر باور والسلندريكال باور والكروس كيرف هجد المعادلة الأولى السفيريكال باور يساوي السفيريكال كيرف زائد بيس كيرف فيها مجهولين تيسا وقديش اقرب عليها فاهمين كيف؟ يعني احنا كنا اخذناها في الامثله اللي قبل ممكن نبدا من الاولانيه بس لقيت صعب اذا بديت من الاولانيه مش حينفع لانه في عندك مجهولين فببدا من المعادله الثانيه اللي هو معروف فيها السندكال باور قديش؟ ماينس 2 والكروس كيرف اللي هي قديش؟ معطى ماينس 5 بتعمل بيس كيرف سهل جدا هاي اللي عملتها طلع لي كروس كيرف البيس كيرف بيساوي ماينس 3 على 165 هجيب من البيس كيرف بقدر ارجع للمعادله الاولى واطلع منها السفيريكال كيرف. السفيريكال باور قديش؟ السفيريكال باور بلس 1 هاي السفيريكال باور صح؟ صحيح السفيريكال باور بلس 1 والسلندريكال باور ماينس 2 قلناها طيب السفيريكال كيرف قديش بيطلع؟ حسبتها السفيريكال كيرف بلس 4 يعني بتجمعوا على حالكم مش مشكلة. أنا هيك بس تاخذوا الفكرة أما تطبيق بالضبط أرقام في البيت هذا مش مشكلة تمام؟ أنا متأكد منه يعني مراجعة 100% فأنت يعني بدون ما تحسب بس بدي إياك تاخذ الفكرة وإنه هاي نطبقها في القانون وهي ناخذ معادلة أرقام بديش تتبعوني كثير في الأرقام وتفهم بالضبط كيف أجى الرقم طرحت إيش من إيش وهيك لا بس إنه كمعادلة وخلص تمام؟ يعني طبقت في المعادلة الأولى طلع البيس كيرف عندي وخلص. الأكسس الاكسس للبيس كيرف المفروض يكون نفس الاكسس تبع السلندر ليش؟ لانه انت كروس كيرف نفس السلندر مش البيس كيرف مش قلنا احنا الكروس كيرف ونفس السلندر؟ كروس كيرف نفس السلندر بيس كيرف لا هو العمودي على السلندر اللي هو عباره عن الكروس كيرف تمام؟ عوضت في المعادله بلس 4 ماينس 3 اكس 165 ماينس 5 اكسس 75 تمام هيك؟ طيب سهله برضه لو نتاكد يا يعني بتطلع فيها انا برضه بدي اتاكد بكل سهوله مش صعب التاكد فيها طيب انتم مش معك هذا الكلام ها الفيرجنس والفايف اندكس مش موجود في المنزل صح؟ لا فخلينا اشرح انا يعني هو خليه انه معلومات اضافيه الفيرجنس هو مصطلح بقدر اعبر فيه عن مسلك الضوء and describes the path of array of light وبعبر برضه عن قوة الضوء ايش معناها؟ هي الضوء لما يجيني من نقطة ما لا نهاية بكون أشعة متوازية لما يجيني من نقطة قريبة يجيني ايش؟ تعرض ل divergence power
بسين دايفيرجنت باور صح؟ بين دايفيرجنت. في احنا عندنا قيمة بنعبر فيها هذا الكلام. ليش بقول هذا الكلام انا؟ اخذت انتم في كيف تقيسوا الفيجن؟ في الريفلكشن؟ دخلتوا الغرف الفحص؟ فيجوال اكيوتي اخذتوها صح؟ اللوحة بعيد عنكم قديش؟ 6 متر. هم افترضوا انا بديش المريض يقع تحت تأثير أشعة مش متوازية. لو كانت الأشعة مش متوازية بتكون تحمل قوة. يعني أنت لما تشتغل من مسافة قريبة الأشعة اللي طالعة جاية عليك جاياك بقوة دايفيرجنت. بالتالي أنت بيلزمك قوة بلس عالي اللي هو خطوط الأناتومي اللي بعمل أكوموديشن عشان يستوعب هذه القوة الماينس. فهمت وين مصدرها؟ عارف معناها؟ لو أنا جبت عدسة خليت الأشعة اللي تطلع من منطقة قريبة متوازية بلزمش أعمل أكوموديشن. فهمتوها؟ صحيح. يعني هي قصة في التوازي. يعني أنا قصة أقول لكم أي أشعة جاية من أكثر من 6 متر تعتبر أشعة متوازية وبالتالي ملهاش قوة وبالتالي بقدر أبني عليها زي ما نعمل فيجوال أكيوتي أو نعمل ريفلاكشن. مستحيل واحد أعمل له ريفلاكشن وخليه يطلع علي وأنا بفحصه على نص متر لأنه بتطلع على مكان قريب وبالتالي حيشوف أشعة منفرجة وهو حيحاول يجمعها وحيعمل مشكلة في الريفلاكشن. طيب ايش تعريف الفيرجنس؟ is defined as the reciprocal of the distance in meters from a plane of interest. اي مسافة بقطعها الضوء بحسبها وبشوف مقلوب المسافة هاي وبشوف الضوء هل هو divergent ولا convergent ولا parallel وببني عليها. طيب مثلا بحسب التعريف اذا الضوء مشي مسافة 2 متر ايش مقلوب 2 متر؟ نص ديوبتر. قوة الأشعاع نص ديوبتر. هل هو دايفيرجنت ولا كونفيرجنت؟ حسب الضوء. إذا والله متجمع داخل زي هيك على المكان كونفيرجنت. إذا طالع هيك دايفيرجنت. بكل سهولة يعني. تمام؟ يعني الضوء إذا قطع مسافة نص متر مثلا بشكل دايفيرجنت قديش قوة الضوء هذا؟ ماينس 2. لو دخل على العدسة قوتها بلس 2 ايش حيطلع الريز؟ باراليل. شايفين كيف التقل؟ لما كنا نشرح قبل شويه كنا نفترض دائما الاشعه متوازيه. لما قلت مثال هذا مثلا المحور ماينس 1 ومحور بلس 1 انا ايش افترضت انه ماينس 1 بلس 1 على كلامي قبل شويه ممكن يختلف حسب الفيرجنس مظبوط بس احنا دائما لما نتعامل مع الضوء دائما نتعامل انه بيمشي في ستريت لاين تمام؟ دائما في ستريت لاين يعني في خطوط مستقيمه لا هو دايفيرجنت كونفيرجنت هذا بصير انه معطى استثنائي اذا بدي احكي في الكونفيرجنت دايفيرجنت تمام؟ يعني هاي مثال عندي ها طلعوا هذه المسافه مشيها الضوء بشكل دايفيرجنت لمده لمسافه نص متر قديش قوته؟ ماينس 2 دايفيرجنت مشيها 1 متر قديش قوته؟ ماينس 1 مشي 2 متر قوته ماينس 1 طبعا هذا فيرجنس اوف لايت وقوه الضوء لما يكون دايفيرجنت بحسبها حسب المسافه اللي بمشيها. طيب سؤال ثاني لو الأشعة جاية من ما لا نهاية، قديش المسافة تكون قطعتها؟ المسافة من ما لا نهاية. مسافة ما لا نهاية. إيش مقلوب ما لا نهاية؟ صفر. صفر. يبقى الأشعة متوازية قديش قوتها؟ صفر. صفر. قلنا مقلوب المسافة. المسافة ما لا نهاية. مقلوب ما لا نهاية بيساوي صفر. يبقى قوة الأشعة المتوازية اللي هي بتيجي غالباً من مسافة ما لا نهاية أو عندنا في شغل العملي البصريات اللي هو من 6 متر فما فوق. اي اشعه جايه من 6 متر وفوق تعتبر جايه من ما لا نهايه. بتعامل معها كاشعه قوتها قديش؟ صفر. لانها جايه اشعه متوازيه تعتبر. بالتالي بخافش من قصه الريفلكشن وانا بشتغل. بتاكد اي ضوء داخل العدسه قوتها 3 حيطلع متاثر بقوه 3. فاهمين؟ فيش فيرجنس مأثر على الموضوع. اما في المثال هذا لو هان جاي عدسه هنا مثلا حتدخل الضوء على العدسه بقوه ماينس نص. يعني لو العدسة قوتها بلس 3 حيطلع الضوء بلس 2.5 انتوها لدرجة انه ممكن يطلع الضوء برل عفوا بنشوف هذه برل انا بعطيكم مثال في عندك عدسات مكبرة في البيت مين عنده عدسة مكبرة؟ عدسة عادية بلس 5 بلس 10 قول مثلا بلس 10 بلس 10 الطول البوري تبعها قديش؟ 10 سم حطها على شكل 10 سم بالضبط تمام؟ انت ما دام 10 سم يبقى 1 على 10 يبقى انت خليت الضوء هذا دايفيرجنت بقوة 10 ودخل على لينس 10 ايش حيطلع الاشعة؟ متوازية. فاهمين المثال؟ هاي اللي بخليك انت تشوف وانت مرتاح بالعدسة المكبرة. يعني بصير معك
عدس قوتها بلس 10. تمام؟ طول هالبؤرة قديش؟ 10 سم. قديش 10 سم بيطلع؟ ولو احنا اذا بالسم بدي اجيب القوة بتعمل 100 على 10 على طول بالسم، او 1 على 1 من 10 بيطلع 10 برضه. فهمتوها سهلة. بتساوي 10 دلتا. ماينس ولا بلس هذا شعر؟ ماينس. القوة العدسة بلس 10. قوة الدايفيرجنت ريس بدي انا مقرب هي 10 سم بتطلع هيك. توقع الاشعة تعطينا اشعة ايش؟ مصدر الضوء. بعطينا اشعة دايفيرجنت. عشان تشوف الصورة في الطبيعة كلها ولا اشي مستحيل يعطي كونفيرجنس الا الاوبتيكال سيستم. اما الاشعة من اي مكان تصدر في العالم تصدر شكل دايفيرجنت. او برلل منها. او برلل از زي من هاي ممتاز. اما كونفيرجنت هذه انا ما بعرفش شو بيعمل كونفيرجنت الا العدسات. لا في شيء بس عدسات صناعية. لازم يكون الاوبتيكال سيستم يجي ويقدرش يعمل كونفيرجنس. ماشي؟ هي قاعدة. شوف لما اقول لك دائما مصدر ضوء بعطي اشعة انت على طول افترض حتى لو بدون ما احكي لك دايفيرجنت. او برلل از جاي اكثر من 6 متر. بس انا بحكي 10 سم قريبة جدا. فالفيرجنس جاي ايش؟ ماينس 10 دايوبتر. ماينس 10 وبلس 10 بتطلع ايش؟ متوازية. فانت حتشوف الشغلة اللي موجودة على مسافة 10 سم بالعدسة بلس 10 وكأنها جاية من ما لا نهاية. تخيل؟ كايش كتأثير على العين؟ العين حتفهم انها جاية من ما لا نهاية، الأشعة جاية متوازية. بالتالي فيش أي مجهود لازم أعمله أعارض هذا الموضوع. بتتعبش العين. بتتعبش العين، بتعملش أكوموديشن. لو أنت مش ماخذ عدسة بلس 10 إيش حيصير؟ حتعمل بلس 10 من وين؟ الأكوموديشن تبعك. عشان تجرب برا زي اكنها جاي من برا. واضحه؟ يعني انا بس بحب احكي قصه الفيرجنس. طيب نيجاتيف وبوزيتيف زي ما قلنا، وزيرو فيرجنس اللي هو بيكون برا الريس. تمام. طيب ايش تعريف الريفلكتف اندكس؟ معامل الانكسار. معامل انكسار مدى معامل انكسار الهواء. سرعه الضوء في الماده في الهواء على سرعه الضوء في الماده، صح؟ سرعة الضوء في الهواء قديش؟ 300,000 كيلومتر في الثانية. وسرعة الضوء في المادة هي بتكون معطى. طيب divide at the velocity of light in vacuum divided by the velocity of light in material. هاي مثال. array of light travels at the velocity of 200,000 كيلومتر في الثانية through a particular lens material. What is the index of refraction for that lens material? قاعدة سهلة، N بتساوي 300,000 على 200,000 لقيناها 1.5. Refractive index يساوي 1.5. طيب، حدا بعرف إيش علاقة سرعة الضوء بالانكسار؟ يعني ليش إحنا اعتبرنا إنه سرعة الضوء تعمل انكسار؟ يعني هيك معناته كان مش قصده. احنا كل ما زاد معامل الانكسار كل ما زاد الانكسار، صح؟ يعني 1.5 اكثر من 1.2 اكثر من 1.7 اقل من 1.7 وهكذا. كل ما زادت قيمه الان كل ما زاد الانكسار. انت بتزيد الان كل ما كان الضوء ابطا في الماتيريال، صح؟ صح. يعني 300,000 كيف اخلي معامل الانكسار مثلا 2؟ مع انه بصير اشياء، ايش اخلي؟ قلل السرعة. قلل السرعة، صح؟ كيف اخليها مثلا؟ كل ما زاد معامل الانكسار. بالضبط، كل ما قلت السرعة في الماتيريا كل ما زاد معامل الانكسار وبالتالي زاد الانكسار. حدا بعرف تفسيرها فيزيائيا ايش بصير في الضوء؟ كيف بصير يعني لما يخش الضوء على ماتيريا بتكون سرعته فيها بطيئة جدا بصير انكسار، وكل ما زاد كل ما كان ابطا كل ما كان اكثر انكسارا. بتزيد التصادم مع جزيئات الضوء. ممتاز. طيب انت بتيجي تربط هذا الموضوع لما يكون التصادم عمودي وبزاويه، الانكسار لا يحدث الا اذا كان عمودي، كان بزاويه. اذا دخل عمودي كل الجزيئات تبطا في نفس الوقت. بتسوق سياره؟ مين بسوق فيك سياره؟ معك رخصه؟ لا مش معي. طيب بتسوق؟ طيب ماشي. تخيل معي المثال هذا. انا اول ما اخذت الموضوع زيك وزيك بالضبط الفكت اندكس سالت حالك ايش دخل السرعه في الموضوع؟ ليش بحكي في السرعه؟ بحكي مثلا امتصاص، يحكي مش عارف، لما حكى سرعه تلقى لها دخل التصادم زي ما قلت في الماتيريال نفسها، اول ما يخش على الماتيريال الثاني في شيء بيصير غلط. احسن تفسير لقيته موجود في موقع فسر بشكل ممتاز. قلت تخيل حالك انت ماشي في سياره بسرعه كبيره جدا على اسفلت زي هيك.
وهذا المكان مكان رملي. الرمل هو بحر يعني. ايش رايك صوت السياره بتقل في الرمل ولا تزيد؟ بتقل بشكل كبير. تخيل انت دخلت بشكل بزاويه على المنطقه هذه الرمليه بسرعه فائقه بسرعه الضوء 300,000 كم على الثانيه، اسرع مكان ممكن يكون فيه ضوء ماشي صح؟ اللي هو فراغ. اول ما اصطدمت هنا، اول ما دخل اول عجل هنا ايش بصير؟ حيتغير اتجاه. هذا حتقل السرعه بشكل كبير، هاي لسه محتفظه بسرعته، حيصير انكسار. الضوء زي هيك لما يخش بحزمه ضوئيه بالطريقه هذه، هاي الحزمه الضوئيه، اول جزء بيصطدم بالضوء هذا بتقل سرعته بشكل كبير، بنتقل اللي هو النقصان في السرعه تدريجي مش مره واحده. هذا اخر واحد بفوت هنا جوا، فاهمين كيف؟ تم محتفظ بسرعته. فتخيلوها انتم بتخش مكان سريع زي هيك، عم بصير انحراف زي هيك، كل السياره بتغير سرعتها بطريقه هاي اتجاهها، بالتالي بصير انكسار. هذا كان منطبق برضه نفس المبدا، قيسه لما تكون السياره داخله عمود على الموضوع. لما تخش عمود على المنطقه الرمليه هاي زي هيك، ايش بصير؟ كلها بتقل سرعتها في نفس الوقت، بس مش حافله يمين ولا شمال. صح؟ كلها بتقل سرعتها في نفس الوقت، لانها دخلت في نفس الوقت قلت سرعتها. هذا المبدا بفسر ليش الريفكتف اندكس بغير من اتجاه الضوء لما يفوت عليه. اذا كان بزاوية لازم يكون بزاوية صحيح. اما هو في الحالتين بقل سرعته. بس هذه الحالة لما يدخل عمودي بتقل سرعته في كل المناطق بنفس الطريقة، نفس مثال السيارة بالضبط. هو من منطقة سريعة اسفلت دخل على الرمل بشكل سريع، دخل بشكل عمودي تمام، بتغيرش السرعة، بتغير السرعة قصدي يعني بالتساوي بين هان وهان. اما هذا المثال هذا ايش رايكم؟ هذا بقل السرعة أكثر من هذا. هذا بتم محتفظ بسرعته لما يخش آخر واحد هذا العجل. واضحة؟ هذا طبعا مثال بوضح ليش السرعة اللي دخل في موضوع الانكسار. طيب خلينا نحكي في موضوع اللي هو اللينس ثيكنس. اللينس ثيكنس اللي هو سماكات العدسة. في قانون بيجمعهم، أول حاجة خلينا نفهم إيش أجزاء العدسة. إتش ثيكنس، وين الإتش؟ الحاف. هذا الإتش. هذا ثيكنس. سنترال ثيكنس ايش سنتر؟ مركز. هيدا رسمت هيك، طلعت انا خط زي هيك ورسمت تي. سيرفيس ساج معناها عمق التدلي تبع السطح. وين السطح؟ هاي هذا الاسطح. كيف عمق تدلي اي سطح؟ هذا السطح كيف اجيب عمق التدلي تبعه؟ بعمل بلين بشوف قديش بسقط من حفة هذه فوق لعين السطح اللي انا رسمته. تعمل كيرف يعني؟ لا عمق الانحناء او عمق الانحناء. يعني عند الانحناء زي هيك من اقصى نقطة من السنترال 100% من اقصى نقطة في السنتر لعند البلين اللي بيعطيني اللي هو هذا بتاع الانحناء. هاي رسمهم انا هاي هاي بطلع كيف؟ هذا هو الساق. هذه المسافة هي هذا الساق. واضحة؟ سيرفيس ساق. ديميتر واضح قطر من هان لهان، قطر العدسة كلها قطر، مش نصف قطر التكور. لا قطر العدسة تجيب مسطرة تحطها من هان لهان، قطر العدسة نفسها تمام. القانون اللي بيجمعهم تي بتساوي اي زاد اس 1 ناقص اس 2، بس براي الاشارات الساق دائما يرسم من سطح العدسة للبلين. اذا كان مرسوم من سطح العدسة للبلين في اتجاه اليمين باخذ اشارة موجبة، إذا كان من سطح العدسة للبلين في اتجاه الشمال باخذ إشارة سالبة. هاي واضحة؟ بلس بلس بلس، هذا الوحيد اللي أخذت سالب. ليش؟ هاي السطح رايح ناحية الشمال. يعني اتجاه الرسم تدلي العمق بكون هاي السطح هيك من السطح نفسه للبلين تمام؟ لو يعني وضعية العدسة مش هيك هيك فوق أو تحت كيف بناخذ ال برضه الذكية، افترض انت خلاص بتثبت مثلا من فوق لتحت يعني مش شرط انه بلس يمين او شمال. لا لا ممكن صح كله موجب الشمال كله سالب، اذا اخذت من فوق 100% صحيح بتعمل نفس الحاجة. هو اخذناه تاخذوها انتوا يعني انت ممكن تثبت تفترض جهة لما ناخذ كنا نحسب القوة في الفيزياء بنقول اي قوة ناحية اليمين بلس وقوة ناحية الشمال ماينس، لكن الناس بتطرحهم مع بعض مثلا صحيح يعني انت افترض لحالك تمام مش مشكلة. بس حجيبكم حاجة في اخر المحاضرة تحلها سهلة جدا يعني اسهل من يعني. تعال نحكي عن الساق نفسه، الساق هذا كيف نحسبه وايش علاقاته وايش قصته؟ سيرفيس ساق.
انا استنتج قانون السيرفس ساك. نفترض عندي عدسه الدايمتر تبعها بي دي واللينس سيرفس بي اي دي والريتس اوف كيرفيتشر اللي هو الار. ايش الريتس اوف كيرفيتشر معناها؟ نص قطر. نص قطر الكره اللي جايه منها السيرفس. شايفينه؟ شوف التكور. في احنا على فكره انا بديش تفهموا دائما الدوائر هي كره ورا يعني كره دائما نسفير يعني كره. طيب بس احنا اخذنا سكشن هاي عشان افهم الساق. السي معناها السنتر تبع التكور والار اللي هو نصف قطر التكور تبع الكيرفيتشر. هذا سيرف الساق اللي هو المسافه هذه واضحه؟ الاي اي هذا السيرف تمام. الدايميتر يسطر قسمين متساويين واي واي. يعني الدايميتر شو يساوي؟ 2 واي. 2 واي صح؟ طيب طلع المثلث هذا الازرق. ايش رايكم فيه؟ ايش نوع المثلث هذا؟ قائم ولا منفرد ولا حد الزاويه؟ قائم الزاويه. هذه القيمه بتساوي ار ناقص اس. موافقين؟ هذه ار وهذه برضه ار. مش هذه برضه ار هيك وكل شيء هيك ار عندها صح؟ ما دام من السنتر للكيرفيتش ار تمام. وهذه اس يبقى لي القيمه قديش؟ ار ناقص اس مضبوط؟ يا في عندي ثلاث اضلاع ضلع ار ناقص اس وضلع ار وضلع واي واي مثلث قائم الزاويه هذا. فيثاغورس ايش بقول؟ وسط تربيع بساوي مجموع مربعين الضلعين الاخرين صح ولا لا؟ سهل قانون سهل. واي تربيع زائد ار ناقص اس الكل تربيع. يبقى ار تربيع ناقص واي تربيع بساوي ار ناقص اس الكل تربيع. Taking square roots of both sides of the equation and rearrange. اخذت الجذر التربيعي اللي هو الجهتين وزعت شويه وشفت كيف بصير معي. طلع الاس بتساوي ار ناقص جذر ار تربيع ناقص واي تربيع. تشوف معطى اس ايش الاس؟ الساق. الار نفس قطر تكور تبع السفير جاي من هاللينس. الواي نص الدايمتر يعني زاد دايمتر جبتها قستها لقيتها 75 نصها بيطلع او 70 باخذ 35 ملي تمام؟ هاي الواي. في قانون بيجمع الاف مع الار مع الان. اخذتوه؟ الار او الاف بيساوي ان شرطه ناقص ان على الار او الاف يعني حسب اذا واحده بدل الثانيه تمام. الار هنا قانون هيك اصله اف بتساوي ان شرطه ناقص ان على ار. هذا القانون ايش بحسب؟ بحسب قوه السطح معلوميه الريفرف اندكس قبله وبعده ومقدار تحدبه. وهذا انا ايش يعني ايش قوة فورس قوة التحدي قوة يعني بعمل باور تبع اللينس تمام؟ ان الشرطة هي هذه اللي بتكون قبل ان شرطة لا الماتيريال نفسها الماتيريال نفسها والان اللي بكون قبل الفراغ غالبا الفراغ بس مرات بكون مش الفراغ في المية مثلا في المية مثلا صحيح مثلا سطح في نص ماتيريال يعني مش عدسة زي هيك عدسة العين لا سطح في نص الماتيريال زي عدسة العين ايوه عسل دايما بفرق قبلها وبعدها مش هواء اكي وس هيومر يعني وفي فتندكس تمام الاف هذه قوة السطح يعني عندي سطح زي هيك فيها ان شرطة وهي ان وهذا ار. لو واحد قال لي طب احسب لي الانكسار اللي حيعمله هذا بالديوبترات بقول له سهل بحسبه ان شرطة ناقص ان على ار بالمتر طبعا بيطلع عندك الاف واضح؟ طيب قبل اخش شوي مين يقول لي علاقات يعني الاف بتناسب تناسبا طرديا مع الريفرف اندكس هذا اخذنا قبل شويه صح؟ كنت هذا الريفرف اندكس وفهمنا كيف بصير قوة السطح. طيب والاف بتناسب تناسبا عكسيا مع الار طبعا مع ثباتية الريفرف اندكس لازم نثبتها تمام؟ يعني كل ما زاد الريتس اوف كيرفيتشر ايش بزيد في القوة؟ قلت كل ما زادت ايه؟ الريتس اوف كيرفيتشر بتقل القوة. في مصطلحين بحكيهم لقيت مهمين جدا. في حاجة اسمها كيرفيتشر وحاجة اسمها ريديوس اوف كيرفيتشر. لما اقول انكريز ان كيرفيتشر
يعني بكون هيك بصير زي هيك. هذا increase in curvature. واضحة؟ بزيد التحدث وبالتالي بزيد القوة. ما شوية لا ما حكينا القوة تحديدا تمام؟ أما لو أجي أقول increase in radius of curvature بصير العكس تماما. يعني بكون هيك الريتش الكيرفيتشر اللي عندها إذا زاد إيش بصير في السطح؟ بميل ناحية الكل بلان أكثر بصير هيك أكثر صح؟ إذا كان هيك بصير زي هيك. يعني كل ما زاد الريتش الكيرفيتشر كل ما قل انحناء السطح. زي ايش؟ زي الفرق بين كرة القدم وبين الكرة الأرضية. 100% الكرة الأرضية تقريبا مستغربة بالنسبة لنا. ممتاز مثال كثير ممتاز. كرة أرضية كرة قدم إيش رأيكم فيها؟ بين تكور وشايف في تحدب رهيب لأنه ريتس أوف كيرفيتشر تبعها صغير. كرة أرضية ضخمة جدا طبعاً بس أنت عم كش تدرك إنها مكورة أصلاً إنها في تكور من كثر ما هي التحدب تبعها قليل في تحدب موجود بس تطلع بتشوفه بس بالنسبة لنا إحنا جداً قليل لأنه كبير جداً ريتس أوف كيرفيتشر تبعها واضحة؟ فكرة الكيرفيتشر أنا هاد بوصل الفكرة إن لما أحكي كيرفيتشر مقصودش فيها الريديس أوف كيرفيتشر، كيرفيتشر هي إلا التحدب مثلا بقول لك بالعربي ترجمها تحدب كبير ايش تفهم يعني في تحدب هيك لما اقول نص قطر كبير لا تحدب قليل يعني تمام ليش خبط فيها ايش طيب المعادله هذه اس يساوي ار ناقص جذر ار تربيع ناقص الواي تربيع اسمها اكزاكت ساك اللي هو الساك ال 100% اكزاكت محدد طيب ار يساوي ان شرط ناقص ان على اف هو قصدي يقول لك إذا أنت مش عارف تجيب الآر وعندك معلومية الفايف إندكس وعندك الباور وهيك ممكن تجيب منها الشغلة هذه الآر تمام؟ So بس أدش أنا by knowing the surface power أو the radius of curvature الاثنين بيجيبوا بعض and the curve diameter والديميتر هذا اللي هو يعني يا يعني إما تعرف الآر أو الإف واحدة منهم لأنه واحدة بتجيب الثانية تمام؟ وتعرف الواي تربيع الثاني الشغله الثانيه هاي تعرفها وي كان كالكوليت ذا سيرفيس ساك يعني في امتحان لو اجيب لك معطيين الدايميتر حتجيب منه ايش؟ الواي واعطيك الار خلص معروف ار جبت لك الاف بتجيب منها الار وهكذا تمام تقدر تطلع الساك تمام في عندي تعبير ثاني R تربيع زي ما قلنا قبل نبدأ من هنا R تربيع بيساوي R ناقص S كل تربيع زائد الواي تربيع صح أنا بدي أفك R ناقص S كل تربيع بديش أنا أخذ جذر ولا أي شيء هاي فكيتها هنا لاحظين بصير R تربيع ناقص 2 RS زائد S تربيع فكيتها عادي ها ال R تربيع بتروح مع ال R تربيع لأن الاثنين إن شاء الله موجبة وعجهتين مختلفتين فحطهم عند بعض بصير صفر تمام بصير عندك ال R يساوي رتبت هنا y تربيع زائد s تربيع على 2s رياضية ممكن ألغي الاس لأنه قيمتها صغيرة جدا بالنسبة للواي هذا في الرياضيات إشي صحيح يعني بالفعل أنت إذا كان الشغلتين بنجمعوا مع بعض في قانون معين واحدة دائما قيمتها كبيرة جدا واحدة دائما قيمتها صغيرة جدا ممكن تصير تتجاهلها زي إيش مثلا مثلا بدي أجمع طول العمارة البرج مع حلق الباب ايش رايك في قانون؟ خلص حلق الباب بقى بشيله فاهمين كيف؟ لانه دائما حيكون بتجاوز ايش قديش؟ 10 سم او مش حلق حيكون مثلا نص كيلو مثلا او نص متر ولا فاهمين كيف؟ ما مش بصير هذا الكلام. اما بالنسبه للواي دائما كبير. فاهمين هذا رياضيا صحيح الكلام هذا. عشان ايش يعملوا؟ يعمل ابروكسيميشن تقريب. يعني مش هذا مش حال في حسابات وكيم صغيره في الاخر مش مؤثره في الحسابات. هو حد يعني اوكي مش اكزاكت، الاكزاكت هي موجود حسبنا. بجيب كلمة تقريبية بس تكفي لغرضنا يعني عندها تكفي تمام بصير قانون بسيط جدا اسمه اس اس يساوي واي تربيع على 2 ار واضحة؟ طيب حسب رايكم ايش علاقات هذا؟ اس يساوي واي تربيع على 2 ار يعني لما ثبت الار اللي هو الريتس اوف كيرفيتشر ايش علاقة الدياميتر مع الساق؟ قرنية بالضبط كل ما زاد الدياميتر كل ما زاد الساق صحيح طلع مثال حناخذ صحيح ليش انا حناخذ كمان شوي والساق مع مربع الدياميتر مع مربع الدياميتر لا ما هو مش مشكله يعني في الاخر تفرق كيف تفرق هو كان الدياميتر
كسر بيصير انه عمر بقل. يعني مثلا كان الدايمتر ربع مثلا مربعه 1.16 بقل بقل الساق بالنسبه للدايمتر، يعني 1.16 اقل بكثير من الربع. كيف ربع ايش هو هذا؟ ربع الدايمتر كان كسر، الكسر لما بضربه بقل مش بزيد. هذا قانون بمشي يعني، مش عارف انا ايش قصدك، بس في النهاية يعني التناسب الطردي بيكون مع المربع مش مع العدد نفسه. ماشي ماشي مع العدد نفسه ممكن يكون العدد اكبر من يعني كبير شوية، لكن لما تربعه يصغر. فهمت عليه 100% ماشي 100% تمام التربيع. تمام بس هو لا انا اقول لك يعني هو في القانون بشكل عام كل ما زاد الدايمتر تمام كل ما زاد الساق. هاي حنشوف امثلة عليه تمام. بخصوص الار ايش رايك؟ بالنسبه للار ايش رايك؟ عكسي مع الساق. الاس بتناسب تناسبا لو الساق عكسيه مع الراديوس. طيب الراديوس بتناسب تناسب ايش مع الاف؟ تناسب عكسي. عكسي مع الاف. يبقى الساق حيتناسب تناسبا طرديا مع الاف. مع الاف. واضحه؟ كل ما زاد الساق بتزيد. هذا اسمه ابروكسيميشن ساق حسبناها. والان ان دايمتر از كونستانت، لما ثبت الدايمتر وثبت الريدس اللي هو الباور بقصد بمعنى اخر الباك اندكس، اف ار الراديوس زادت او الاف قلت ذن الاس كلها بتقل. واضحه العلاقه؟ يعني الريس اوف كيرفيشرز زاد هو في نفس الوقت الاف بتقل في نفس الوقت الساق حتقل. فهمتوا العلاقات هذه؟ القوانين الموجوده يعني مش صعبه. طيب انا بدي اوجيك دايمتر، هاي اللينس دايمتر ثابته، بدي اشوف علاقه الريس اوف كيرفيتشر مع الساق. نفترض عندي كره اولى الريس اوف كيرفيتشر تبعها ار1 تمام، اس1 الساق تبعها، في كره ثانيه بحيث انه الريس اوف كيرفيتشر قل ار2 اقل من ار1، ايش رايك في الساق؟ حيكون اس2 اكثر من اس1. صغرت اكثر ار3 اقل من ار2 اقل من ار1، الساق بقل اكثر واحده بزيد اكثر تمام. اس3 اكثر من اس2 اكثر من اس1. واضحه العلاقه هذه؟ تمام. طيب كيرف فاريشن فاكتور، اخذنا الساق واخذنا الريفلكتيف اندكس. هلقيت احنا فهمنا شغله انه ممكن يشترك في صنع الباور او في تكوينها الساق وايش كمان؟ والفاكت اندكس صح؟ والساق برضه بدخل فيه الباور بدخل فيه الراديوس. فاهمينها؟ يعني مثلا عندي ساق معين وعندي فاكت اندكس معين، الاثنين ممكن تجوا لي مثلا بلس 5. إذا غيرت الآن زودتها، إيش لازم أعمل في الساق؟ أقلله ولا أزوده؟ أقلله؟ عشان أحافظ على نفس الباور. بدك تقلله. أقلله ممتاز. إذا زود الـ أزود الأس. بدك تزود الـ 5 إندكس. إيش أسوي في الـ 5 إندكس؟ بدك أقلله. واضحة؟ عشان تم المحافظة على نفس الباور. قديش أقلله وإيش أزوده؟ نحسبها هذه رياضية. كيرف اسمه كيرف فاريشن فاكتور، قديش لازم أغير الكيرف اللي هو السير في الساق عشان اتم محافظ على نفس الباور. يعني useful to know what the sag would be for a different refractive index. انا من اول ما قلت عندك في surface sag وفي refractive index. انا جيت قلت لك لا بديش refractive index هذا شغال، انت بغير لك اياه، احسب لي قديش الساق اللي بتباع. ما هو بتفيدنا في التصنيع برضه، يعني مثلا عاده بدنا اياها قوه عاليه مش حنعملها زي هيك بالضبط زي طنجره عشان حليتها انا بستغل القصه هذه. ممكن استعمل ازاز عشان مثلا 100% بزود مثلا لقيت كيرفيتش تبعها عالي جدا بقول ليش ليش بدي في الساق؟ بقلل الساق وبزود الفاكت اندكس. صحيح. فانت هيك بتسوي هيك غالبا التصنيع بكون فعلا هيك موجوده هيك بسموها عصفه مضغوطه او الهاي اندكس 1.7 1.1 حتى في 1.9 بكون بلا هاي فاكت اندكس. تمام تمام. useful to know what the sag would be for different fact index. كيف variation factor يساوي ان اس ناقص واحد على ان جي ناقص 1. هذا المعامل حيطلع عندي معامل رقم بضربه في الساق بعرف قديش المفروض يصير. ناخذ مثال على طول، مثال بوضح. طبعا
طبعا ان اس ستاندر اندكس بيجي في السؤال، والان جي جيفن اندكس الموافقه انا بعطيك اياه. هاي السؤال فور ماتيريال وذ ريفلكتيف اندكس 1.523، خلينا اكتبها 1.523. The sag is 3.03. هذول نفترض اعطوني بلس 5. ايش قال لي هو؟ What the sag would be؟ ايش لازم الساج تكون؟ ايش راح تصير؟ For a reflective index 1.7، يعني بده لينس ثانية هو، بس الآن تبعها 1.7. يبقى الساج قديش لازم تكون؟ مبدئيا لازم تزيد ولا تقل عشان تعطيني نفس البلس 5؟ تقل لازم تقل، لانه الريف اندكس هو اللي قايم الجزء الاكبر في صنع الباور. هنا احنا قلنا كل ما زاد الريف اندكس في المثال حللناه قبل شويه، كل ما زاد الباور، فبالتالي ما فيش داعي يكون الساق كبير، لازم يقل بقلله عشان تم محافظ. اصلا الساق تم زي ما هو بتزيد بقوه العدسه، بتخرب اكثر من 5 بتصير. صح؟ واضحه الفكره هاي. نحسب القانون، هاي المعطيات عندنا جاهزة، بتعمل اس جي اللي فيها مشكلة. يبقى الكير فاريشن فاكتور بساوي 947 من 1000 كمعامل فيش الوحدة. هذا المعامل بضربه في السيرفس ساج اللي هو هذا، ضربته وعملته صار زي هيك، يبقى الاس جي بتساوي 2.26 مليمتر. اقل من 3 اكيد، اقل. يعني ايش افهم الكلام؟ الساج 3 مع الفاكت اندكس 1.5 بيعطينا 5، نفسها بالضبط العدسه بتعطي قوه لما يكون الساج 2.26 فاكت اندكس 1.7. ايش بستفيد من العمليه هذه؟ بتلاحظوا الساج قل، قال صارت ايش؟ اقل تحدبا. بالضبط، اقل تحدبا، وبتعطي امبريشن انها مور ثين، انها ارفع. هي فعلا بتكون ارفع، تمام؟ واضح. كيف فاريشن فاكتور هذا سؤال كثير مهم بيجي في الامتحانات دائما، لانه هذا بهمنا احنا نحسب التحدب. طيب نرجع للسؤال لينث ثيكنس. احنا صرحنا في قصه الساج لما اولها لينث ثيكنس، احنا حكينا عن الساج عشان كنا نحسب في الثيكنس، عرفنا كيف الساج بنجيبه. بالتالي الساج ممكن ما اعطيكش اياه معطى في السؤال، ممكن انا اجيب لك الباور واجيب لك الفاكتور اندكس واجيب لك الريس كيرفيتشر، انت بتحسب الساج على القوانين اللي اخذناها. هاي مثال، طلع اف 1 بلس 6 اف 2 ماينس 3 ان 1.5 اي اللي هو الاتش ثيكنس 1 ملي، الدي 65 ملليمتر، يعني الواي 32.5. صح؟ كالكوليت ذا سنترال ثيكنس. ايش رايكم؟ ايش القانون هو؟ عشان ما انتوه ايش طلع القانون اللي فوق؟ التي بتساوي اي زائد اس 1 ناقص اس 2. تي اللي بدي اياها، الاي معطى 1، بتم اس 1 واس 2. اس 1 ممكن اطلعها، شو مش معروف عندي؟ معروف اف 1، معروف الان، مش معروف كمان؟ والواي صح؟ الواي من الديميتر، الواي من الديميتر، تمام؟ حسبناها الار 1 بالاول والار 2 بدي احسبهم. الار 1 والار 2 كيف جبناهم؟ في قانون اللي هو هيو اف يساوي ان شرطه ناقص ان على ار. ايش ان شرطه هنا؟ 1.5 الان افترضنا 1 هي 1 فعلا، لانه هو لما يقول لك عدسه يلقى العدسه في الهواء زي هيك، يلقى اي سطح بكون اللي قبله الفاكتور اندكس 1 واللي جواه الفاكتور اندكس تاع العدسه، والثاني مره عكس اللي برا هنا 1 واللي جوا بكون الفاكتور اندكس العدسه. احنا بنعمل هيك بالضبط، اكيد يعني القانون بكون صحيح بالنسبه للعدسات. احنا هذا بنكتب ان شرط ناقص ان، هذا القانون الشامل الكبير. اما احنا في العدسات بنتجاهل قصه الان هذه، خلص هذه واحد دائما واحد، تمام؟ هذا دائما بتكون واحد للحل هنا للسطح الامامي. بالضبط 100%. ار واحد يساوي انا ضارب في 1000، انا مش بتزعج من الارقام هذه عشان اطلع الجواب بالملي على طول. انت لو بتعملش 1000 حل زي ما بدك، بيطلع هذا 83 من 1000، تضرب في 1000 تطلع ملي. انا بحب الملي عشان سهل الحسابات، لانه كله بيطلع من 1000 من 1000 كلها مليات القصه. فاهمين كيف؟ خلينا نشوف ارقام كبيره احسن. 1000 هاي ما تقلقوش منها، 1000 هذه جايه بس عشان اطلع الملي. وهي نفس الحاجه.
هاي قمة. هل ليش قلبت انا واحد ناقص انا نفس الخلفيه زي ما قلت لكم بنجيب الاول نفس الحاجه بالضبط بطلع. لو عملتش هيك ايش حيصير معك؟ هيطلع الجواب بالسالب. طبعا مش منطق يكون الجواب بالسالب. فانا بعرف اني مخربط في الاشارات لان انا بالنسبه لي مش حاسب عليها كثير يعني قصه بسيطه بتطلع فاهمينها؟ بيطلع معك بسالب كسر اشاره بالضبط حيطلع اشاره بالسالب بتعرف انك انت سطح الخلفي هذا بترجع تعمل زي اول يعني مش قصه تمام؟ مش خلاف الموضوع هذا بس انا عشان ما يقول لك ليش قلبت ما حدش بيقول ليش قلبت عشان انا بحكي على سطح الخلفي الان طيب حسبتها 100% طلع 166 و67 تمام هاي R1 و R2 بحسب كل واحدة لحال الساك S1 66 S2 32 كل المعطيات معروفة هذا جبتها من الإكزاكت ساك أنا ممكن تجيب لك سوميشن ساك برضو بصير بدك إياه طب في القانون كله معروف عندي S1 معروف S2 معروف والE معروفة ايش بتعمل عندي؟ التي التي بتساوي طبعا اشاراتهم كلها موجبة لأنه رايحة من سطح ناحية البلين ناحية اليمين كله بالتالي اشارات موجبة التي بيطلع 4.4 ملم يعني السنترال ثيكنس 4.4 ملم والإتش ثيكنس قديش؟ 1 ملم ايش فرق في هذا السهل؟ السنترال ثيكنس 4 ملم والإتش ثيكنس 1 ملم ايش شكل هذا السهل؟ أنا باي كونفكس يعني هذا من النص كونفكس من النص من النص من النص من النص نص سميكة الأطراف رفيعة هذه 1 ملي وهذه 4 ملي ايش نوع هذا السهل؟ يعني convex surface أكثر تحدبا من concave surface يعني عدسة بلس عدسة بلس أنا عرفتها أكثر من كان عدسة بلس أول حاجة من هنا بلس 6 بلس ماينس 3 صح؟ بلس أكثر موجبة أو برضه عرفت أول 3 thicknesses معي سترا thickness بقول لي 4 والبريفري الاطراف الاتش ثيكنس 1 يبقى شكلها واضح انه في تحدب كبير للسطح الامامي اذا طلع العكس بكون ماينس لينس مش مثلا انا فكرت الاكس هذا الثيكنس سنترال ثيكنس اكيد طبعا بشكل كبير على الفاكتور اندكس قصدك؟ ايوه كل ما زاد الفاكتور اندكس كل ما فيش داعي اعمل زي هيك بتصير العدسه مور ثين كل ما زاد الفاكتور اندكس لانه ما فيش داعي ازود الساق يعني بكفي ان اللينس تكون هيك مثلا تعطي نفس تاثير هذه هذه كسب 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 القوه هو من وين من تحدبات هذا كسب القوه من وين الفات اندكس على حساب التحدب التحدب خلاص بدوش اياه لانه بكفي الفات اندكس موجود فمين الفكره وين هنا الفكره الجوهريه في الموضوع طيب حسبنا هذا الكلام انا بدي اياكم هلقيت تنسوا انه بنحكي عن مصاريات لمده 5 دقائق شوفوا لي هذه الحسابات هيجي لما يكون عندك معروف هذا القيمه معروف هذا القيمة معروف هذا القيمة تقدر تطلع هذه اعتبرها اكيد اي سؤال مش سؤال اللي لازم هذا تقدر تحسبوها ايش رايكم؟ اطلع هذا سؤال من البيع يعني اعطيكم مثال لو هذه مثلا 1 وهي 2 وهذه 5 ايش بيطلع تي؟ تحسبه تي؟ ايش بيطلع تي؟ ممكن نحسبه هذه 1 ملي هاي 2 ملي 5 ناقص 2 زائد 1 5 ناقص 2 زائد 1 5 ناقص 2 زائد 1 مضبوط ايش بتطلع؟ 4 هذه قد ايش بتطلع؟ 5 ناقص 2 3 يعني 4 3 بتطلع 4 4 واضحة؟ طيب شوف قوة هذا اللي تبعته هو أول زي ما أعطينا قوة شوف الأرقام تبعته هون بس أنا بدي تفهم الفكرة بالأول يعني S1 66 8 لا 10 و S2 3.2 الـ E معطينا إياها 1 احسبوا لي إياها بالضبط احسبوا لها 6.6 ونقص 3.2 ممكن أنت تطرح على 6.6 ونقص 3.2 وتطرحهم 4.4 صح؟ 4.4 اللي هو مضبوط زي هذا تمام؟ يعني الموضوع ما يكون مش صعب تمام؟ هلا اعطيكم اياه هذا الكلام منطقيا هو ما جاش في كتب بس انا فكرت فيها لحالي يعني ولقيت انه اسهل يعني هو لازم كويس تحفظ القانون وتقول الساق موجب ناحيه اليمين ويسار ناحيه الشمال بس مره حليت اكثر من مره وكثير اسئله حكيتها حليتها منطقيا زيك اسهل بكثير لو تفترض انت لحالك
وترسم اللينس بشكل سريع وتشوفها زي هيك تلاقيها سهله جدا. مش كل اللينس بتكون يعني منتظمه الاسطح زي هيك، لانه مثلا كيرف مظبوط في اسطح بتيجي في مثلا الترويد ما بتزبطش عليه. لا مش ترويد اللي بيجي السطح زيك مكان مثلا تحارب. اشوف الساق الاولاني هو موجود هاي، الساق الثاني هاي تحارب. ما تخش بخربطه هذا، فانا بديك لما تشتغل بالنظام هذا تكون حذر او معكس الحذر يعني. لا هذا بينفع نفس الكل بنفس الحاجه بحله. هاي الطريقه اللي حكيت لكم اياها قبل شويه بتضبط. كيف؟ اسهم هاي السطح الاول الاسود وينه؟ هاي اس 2 شايف كيف؟ فيش فيها خربطه درباني، بس طلع ايش المشكله؟ هاي الايدج ثيكنس، هاي السندرا شايف الخربطه وين صارت؟ هاي التي هاي السندرا ثيكنس بس، هاي الايدج ثيكنس صحيح. ايدج ثيكنس طلع ايش بيساوي؟ يعني مثلا ايش بدي اقول مثلا؟ بدك تحسب يعني هو فيها خربطه حيكون، تلاحظوا فيها خربطه مش حلوه بالطريقه زي حكيت حنا فيها شويه لخمه هذا. بس اسهل هي بتكون ممكن بالقانون انه خلص هذول اتجاههم موجب كل نفس الاشاره وطبق القانون على طول تطلع تمام. خلاص هيك حنقف ان شاء الله لعند هنا، المره الجايه ان شاء الله بنكمل.